السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ويتكلم دائما وابدا عن لقاءات جمعت الفريقين، لولا حركة موجودة وليد الحبيشي يمشي للامام اللاعب القصير القامة، لكن ايضا اللاعب المهاري جدا مع المنتخب اليمني يأتي في مواجهة وتسديدة سليمة. وبدايتها هنا بعد التسديدة يأتي اللاعب وحيد الخياط في الكرة الماضية، في الكويت وفي عمان وفي العراق، ننتظر كل الأشقاء، كل الأخوة، كل الأحباب. هنا الكرة إلى ركلة زال في المرمى خلف مرمى البحرين ومرمى المنتخب البحريني، خلفه مباشرة الجمهور اليمني الحاضر يخزي العين. كرة أمامية تصل للمنتخب اليمني، وصلت مرة أخرى، اللمسة للأمام من أحمد الحيفي يمشيها حلوة في مكان للمنتخب اليمني. هنا نقلات في الطرف الأيسر، استلمها هنا وليد الحبيشي يعيدها مرة أخرى، شوف تحركاته، لكن ما بين ثلاثة يأتي عبد الواسع المطري يسدد لكنها ضعيفة إلى حارس المرمى. واجد حاضر يشجع يؤازر، ما وقف ابدا منتخب اليمني وجمهور المنتخب اليمني من التشجيع، فيهم حماس كبير. هنا كره مرعوبه عدت عرضيه لكن الى حارس المرمى، مرت الكره الغفر، اللاعبين ما طلعوا من برا الملعب، توهم منتخب اليمني الاعلى اللي يبحث ايضا عن هدف وتسجيل هدف في شباك المنتخب اليمني، لكن يبقى كما قلنا الاسم لاسماعيل والتهديف لاسماعيل في لقاءات المنتخبين. هنا محاولة، الله على المهارة، الله على التسديد الى حارس المرمى، وصلت الكرة الماضية في اللقطة الماضية والكرة خطأ المنتخب اليمني. والله عنده كثير المنتخب اليمني. هنا محاولة في الطرف الايمن، هنا لمسة موجودة وابعاد الى رمية جانبية للمنتخب البحرين. شوف الملون ابعدت من الدفاعات اليمنية، الله على المهارات المنتخب اليمني. لمسة للامام علاء الصاصي، مرة اخرى وليد لعلاء يحاول، المهارة حاضرة والتمريرة مقطوعة والكعب شغال يا حبيبي. هنا الكرة عدت الى رمية جانبية حارس، بينما على التنفيذ بسرعة على الصاصي يمشي المنتخب اليمني، هذه عرضية، هذه محاولة جول، لا هنا تدخل والكرة عدت، وصلت العرضية مرت بسلام يا بحرين. عدت هذا الشيء اللي بدأ من أكاديمية التفوق بالنسبة للتعايش، هذا شيء مهم، بدأ صغير يبدأ ويصل إلى أن يصل ليحمل علم بلده ويحمل شعار بلده يمثل بلده. هنا وليد الحبيشي اللي محاولة في كرة ملعوبة للأمام منقولة تسديد للمنتخب اليمني، لكن فيها تدخل، فيها إبعاد أمامية. هنا أمامنا الأخطاء، 16 خطأ، 11 على المنتخب البحريني وخمسة على المنتخب اليمني، أخطاء قليلة وأداء كبير ومميز للمنتخب اليمني. الله على اللمسات المنتخب اليمني، لا، مو هذا المنتخب اليمن في 21 في البحرين، مو هذا هو منتخب اليمن اللي شارك في خليجي 2013 في البحرين و10 في اليمن. هنا العرضية مرت عالية أمامية راسية، هذه ممكن لمسة اليد هذه، باقي لها لمسة المنتخب اليمني. وما شاهدناه ايضا من مالك الشعيبي، ايضا اللاعب اللي كان في افتتاح خليجي 20، وتحدثنا عن اللاعبين الصغار، شوف الكعب، هذا الكره اللي كانت اللي مررها واللي مشاها بمهاره، شوف المهارات موجوده. لا المنتخب اليمني، قلت لك بغض النظر عن النتيجه، انتهت بحرينيه، انتهت يمنيه، انتهت تعادل، لكن والله منتخب مش من المنتخبات السهله او المنتخب السهل اللي شاهدناه في بطولات سابقه، لا مو هذا هو المنتخب اليمني، التطور ملموس واللمسات ملموسه، لكن باقي اللمسه الاخيره يا بقشان، وايضا باقي رفاق المنتخب اليمني في الدقائق الاخيره. هذه توقعات، ها توقعات،
لكن لا يزال المنتخب اليمني هو يسجل أفضلية. هنا انطلاقة، محاولة، إبعاد في الأولى، حكم يعطي استمرارية فيها تسديدة لكن بعيدة، لكن الأخير وصلت للمنتخب اليمني. شوف لمساتهم، شوف نقلاتهم، شوف محاولات المنتخب اليمني. للأمانة أنا لست هنا لتمجيد ولا لرفع ولا لممور مثل ذلك، لكن هذا ما يحدث. هذه ممكن جول، هذه ممكن جول. برافو برافو برافو، خبرة من راشد الخلحوطي، أبعدها في اللحظة الأخيرة من أمام اللاعب أحمد علوس. في البحريني منقولة هنا في مكان سليم، هنا انطلاقة، لكن الله الله على استخلاص الكرة. لعيب يا حبيشي، لعيب يا وليد، هنا كرة ملعوبة للمنتخب اليمني، منقولة لأقصى اليمين لكن مقطوعة، مقطوعة، عادت مرة أخرى. الوقت الأصلي خلاص، وعندنا بالفعل 4 دقائق كما توقع، من هي آخر الكرات الآن في هاللقاء. والحكم هنا السيد فهد الكسار يطلق صافرته. سيداتي، آنستي، سادتي، أحبتي، يا من يتابعنا في هذا اللقاء التي انتهت أحداثه، والآن بتعادل المنتخبين البحرين اليمن 0-0 على حساب المجموعة الأولى.